حدثنا إسماعيل عن الحجاج يعني الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن أبن جبير بن عتلك الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الغيره ما يحب الله ومنها ما يبغض الله ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فاما الغيره التي يحب الله فالغيره في ريبه واما التي يبغض الله فالغيره في غير الريبه واما الخيلاء التي يحب الله أن يتخيل العبد بنفسه لله عند القتال وأن يتخيل بالصدقة. حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب يعني ابن شداد حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير حدثنا محمد بن إبراهيم القرشي حدثني ابن جبريل بن عتلك ، عتلك أن أباه أخبره وكان أبوه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الغيرة فذكر معناه وقال الخيلاء التي يحب الله اختيال الرجل في القتال واختياله في الصدقة والخيلاء التي يبغض الله الخيلاء في البغي أو قال في الفخر قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتلك: عن جابر بن عتلك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية قرية من قرى الأنصار فقال لي: هل تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من مسجدكم هذا فقلت نعم فأشرت له إلى ناحية منه فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه فقلت نعم قال فأخبرني بهم فقلت دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما ودع بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمن عنيها قال صدقت فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة حدثنا إسماعيل حدثنا الحجاج بن أبي عثمان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن ابن جابر بن عتيك حدثه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الغيره ما يحب الله ومنها ما يبغض الله ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فالغيره التي يحب الله الغيره في الريبه والغيره التي يبغض الله الغيره في غير ريبه والخيلاء التي يحب الله اختيال العبد بنفسه لله عند القتال واختياله بالصدقة والخيالاء التي يبغض الله الخيالاء في الفخر والكبر أو كالذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو نعيمين حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن عيسى عن جبري بن عاتلك عن عمه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميت من الأنصار وأهله يبكون فقلت: أتبكون وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن يبكين ما دام عندهن، فإذا وجبت فلا يبكين. فقال جبر فحدثت به عمر بن حميد القرشي فقال: لماذا وجبت؟ قال: إذا أدخل قبره حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبن جبير بن عتلك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله وإن من الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله وأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة التي في الريبة وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة وأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل بنفسه عند القتال واختياله عند الصدقة والخيلاء التي يبغض الله فاغتيال الرجل في الفخر والبغي. حدثنا روح حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتلك ، عن عتلك بن الحارث بن عتلك فهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه. أنه أخبره أن جابر بن عتلك أخبره أن عبد الله بن ثابت لما مات قالت أبنته والله إن كنت لأرجو لا أن تكون شهيدا أما إنك كنت قد قضيت جهازك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة قالوا قتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهاده سبع سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبتون شهيد وصاحب الحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمراه تموت بجمع شهيده حدثنا الحارث بن مرة الحنفي أبو مرة حدثنا نفيس عن عبد الله بن جابر العبدي قال كنت في الوفد الذي آتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال ولست منهم وإنما كنت مع أبي قال فناهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الأوعية التي سمعتم الدباء والحمتم والنقير والمزفة